الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بدأت هذا اليوم فعالية تدشين تثبيت علم يالي ثارات الحسين على قبور الشهداء الأبرار، تيمنا بذكرى شهادة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. نحن نحتسب هؤلاء الشهداء الأبرار على درب الحسين، درب المولى أبا عبد الله، وإن شاء الله هم في درجة الشهداء من أصحاب الحسين. وسوف نستمر بالمطالبة كما نحن نرفع شعار يا لثارات الحسين، تيمنا بهذا الشعار سنرفع هذا الشعار أيضا لشهدائنا. لن نقبل المساومة، سوف نقتص ممن قتل الشهداء. أحسن.